بسم الله الرحمن الرحيم. مع حضراتكم المهندس محمد غازي، رئيس مجلس إدارة شركة كايرو إكسبو، الشركة المنظمة لمعرض أجري إكسبو المعدية والصحراوي. إن شاء الله الدورة اللي جاية هتكون معادنا واللقاء فيكم بإذن الله يوم 17 فبراير إن شاء الله 2020. والحمد لله دي الدورة الخامسة للمعرض، هي الدورة اللي هي نقوله الدورة النقلة الكبيرة للمعرض إن شاء الله، اللي هتكون بمثابة انطلاقة للمعرض، انطلاقة مش في مصر بس، ان شاء الله تكون انطلاقه عالميه، لان احنا مركزين سواء زياره داخليه او خارجيه من افريقيا، احنا مركزين على السنه دي عشان طبعا تبقى الموضوع في نقله جامده بالنسبه للمعرض. الحمد لله يعني الدوره الاخيره اللي هي شهر فبراير اللي فات اللي عدت في 2019 بالنسبه للجميع الحمد لله اثنى عليها كل المشاركين والزوار. احنا تقريبا الصحراوي الحمد لله بالكامل مغطيينه زياره من اول بدايه الصحراء من نكله الجيزه لحد رئيسات مطروح، كل المناطق بتاع الصحراء بالكامل بالاضافه للدلتا والجزء الشمالي من الصحراء. الجديد السنه دي ان احنا عاملين مفاجاه بقى احب اعلن عنها وتبنتوا لوك السبت كدليل الزراعي فيها، ان احنا عاملين السنه دي ودي فعلا اول مره يعلن عنها، عاملين مهرجان اجري اكسبو. ده ان شاء الله هيكون ثاني يوم، ده الهدف منه هو مفتقه لاكبر 500 مزرعه مع اكبر 500 تاجر مع اكبر 200 استشاري مع التجار 60 تاجر او 60 مستورد من افريقيا ان شاء الله دعناهم. دي مفاجاه كبيره السنه دي اللي احنا عاملينها، ده هيبقى مهرجان وهيختتم بمهرجان ترفيهي ان شاء الله باذن الله. شكرا وتحياتي لكم، وان شاء الله في انتظاركم في اجري اكسبو المعداوي 17 فبراير 2020. شكرا جزيلا.